الحقيقة النهاردة أنا كنت عملت زيارة لمستشفى بهية وجات لي كمية طاقة إيجابية من الناس الموجودين هنا. سعيدة قوي إن المستشفى هنا مهتمة أولاً بحالة الناس النفسية قبل حتى العلاج، لا هم مهتمين إن الناس تكون عندهم يعني حالة نفسية سعيدة كده، طاقة إيجابية لطيفة قوي. عايزة من الناس كلها إن هم يهتموا بموضوع الكشف المبكر، اللي أنا شخصياً واحدة من الناس قبل ما أدخل المستشفى النهاردة ما كنتش فاهمة قيمته قوي، لكن بعد ما دخلت المستشفى استوعبت قيمته قد إيه. الشغل هنا بصراحة رائع، المستشفى عاملة مجهود فظيع علشان صحة وسلامة السيدات، وكل اللي هم محتاجينه إن أنتوا تقفوا جنبهم وتدعموهم علشان يعالجوا عدد أكبر، وعلشان كمان يقدروا ان هم يقدموا الخدمة على اكمل وجه لكل السيدات اللي بتقدموا هنا.